Aquí está él. Sultón, Sultón. انا اخد بس هي الارض طبيعيه كده.
بره ولا ايه؟ بره هو بالدرجه يعني. بتاع سقاره؟ ايه؟ بتاع سقاره؟ ميكانيكا بالموبايل الله قدامك. هو سقاره مدرج مش نور يعني. لا وخوفو سيكشن على فكره. خوفو سيكشن. حصل ايه النار اهو؟ الصورة اللي قدامنا دي صورة جبل. الجبل ده منتظم؟ طبعا لا مش منتظم. ازاي تمثلها؟ عشان تمثل حاجة مش منتظمة حاول نحط لها طريقة كده، الطريقة دي تعرفها عشان تبقى شديدة عليك وفي نفس الوقت سهل تركيزها. اللي قدامه ده ايه؟ ده ايه؟ جبل. ده ايه؟ ده مستوى. مش فاهم؟ ده مستوى. طيب المستوى ده، المستوى ده عشان تمثله ارسم عامل ايه؟ اسكت. المستوى ده الافقي زي الافقي ده والافقي ده. اول ما تصوروا خط انحدار ايهما اسهل عليكم؟ ايهما اسهل؟ الافقي صح؟ صح؟ حاجة الصراحة. عشان لو عرفت ايه ده خط انحدار مش انت على هواك خط انحدار والتمويل. لا اسهل عليك انت ايه؟ الافق ايه؟ ده اسهل عليك. طب الافق ده بيجي ازاي؟ لو انا حبيت اجيب افقيين في المستوى ده اجيبهم ازاي؟ ادور على طول الافق ايه؟ ما المستوى مش موجود او بلاش مش موجود هو موجود المستوى. بس عشان ادور على طول افقيه في طريقه سهله قوي اجيب بقى افقيه جوه ده عن طريق ان انا اجيب مستوى افقي يعني ده بيطاع بيطاع ايه؟ خط افقي. يبقى دي التقاطع المستوى الاثنين مع مستوى افقي بمقاسات معينه ولكن بمقاسات خمسه. تخيل كده ان انت عملت ورسمت مستوى افقي بمقاسات خمسه يبقى على طول يطلع المستوى ده في ايه؟ في افقي اتش خمسه. طب لو تقاطع المستوى ده في مستوى مقاسات ثلاثه يبقى يطلع المستوى ده في ايه؟ اتش ثلاثه. وهكذا تقدر تجيب مجموعه من الاتشات. طب انا عامل القسم غير منتظم وعايز امثله نعمل بنفس الكونسيبت دوت برضه اعمل مستويات افقيه عند مناسيب مختلفه نعمل كنا بنسميها في الرسم كروس سيكشن. نعمل كروس سيكشن كده افقي لما نقطع مقطع كده افقي بس عندنا نقطع عند مناسيب ايه معينه. لو قطعت الجبل ده عند منسوب الف هيطلع في خط مستوى ترى الجبل المجسم ده وقطعت المستوى عن منسوب 1000 صار الجبل طبعا منسوبه اكثر من 1000 ها؟ هيطلع في ايه؟ ها؟ مستوى قطاع في مسطح حاسس يعني في اكن اكن منحنى كده منحنى اللي جوه منه ده سوري بقى اكنه شكل مستوى. شكل المستوى ده ممكن يبقى ممكن يبقى ايه؟ دايرة؟ لا دايرة دي ده جبل بقى صناعي بقى مش جبل طبيعي شكل غير منتظم برضه يعني. لكن ممكن لو انا اي شكل كده من خلال لو عرفت اجيب المنحنى ده اكتب عليه اتش كام؟ او اكتب اكتب عليه ايه؟ اتش كام؟ 1000 اكتب عليه 1000 وهو اقرب عن منسوب تاني وليكن 1500 هيجيب ايه؟ هيجيب منحنى تاني والمنحنى ده اكتب عليه 1500 وهكذا. يبقى زي ما كنت بمثل المستوى افقيات عند مناسيب مختلفه امثل المجسم الغير طبيعي واللي منه الجبل. الجبل ده مجرد مثال. هجيب مجموعه من المنحنيات موجوده على سطح الجبل بس عند مناسيب ايه؟ مناسيب مختلفه. مجموعه المنحنيات دي بنديها اسم بقى ممكن يبقى جديد عليه شويه ما بنسميهاش خطوط افقية لان هي مش خط مستقيم بنسميها ايه بقى مش منحنيات برضه بنسميها خطوط كونتور. ايه؟ خطوط كونتور مش خطوط كونتور كاف نون ت واو ري. هتشوفها دلوقتي هتشوفها دلوقتي على الشاشة. يبقى خطوط المنحنيات دي بنسميها خطوط كونتور. خطوط الكونتور دي عند مناسيب مختلفة كل ما تكبر كل ما تكبر كل دي يعني تاخد عند مستويات كتير كل ما يبقى معاك تمثيل مجسم افضل. يبقى في تمثيل افضل
بسيط. الريف ده عنده مكاتيب مختلفه صح؟ عند منصور كان اول واحد عند 1000 واللي بعديه 1500 واللي بعديه 2000 لغايه كام؟ 4000 4500 هو ده كده ارتفاع الجبل ده كام؟ يعني 4550 ممكن صح؟ ممكن يبقى كده ممكن. بعدين انا برسم لك المقطع بسمع شايفه اللي هو لونه ايه؟ اتكلمنا ابيض لونه ابيض شايفه؟ دوت اكله ده مفيش غيره اصلا بس بلبس والله الطفيله النور هنا نفس ده كمان نور حضرتك من المغطى يعني بصراحه Who is it?
عملتش كده. بص على الشبكه لازم تعرف عامله ازاي، عامله كده، وانت بتقطع هنا فيديك هنا منحرف وهنا ايه وهنا منحرف تاني، خلينا شباب انت حضرتك بتزود انت مش بسرعه دكتور. طب حضرتك ازاي جبت الرقم ده ان هو 1350 بالظبط؟ التقريب طبعا بلس وماينس ممكن يبقى 25، يعني كده 4500. ايوه بس برضو ازاي اقدر 2% على حاجه مش عارف. لا ما اقصدش ازاي اجيب الرقم ده اساسا، هي موجوده عندي على الرسمه اللي انا متاكد منه ان بين 1000 و2000. اقدر اقدر احددها بقى ازاي؟ انت شايف دي اقرب مين؟ بالالف بقى 500 بالالف و1500 عندك الكلام دول 1500. نص واحده منهم هيقطع جبل من جبل. شكل الجبل ده شكل الجبل التاني. Thank you.
بترسم الدقة عالية جدا
الطرف ماشي الطرف على الاجهزه دي يعرف ازاي الجهاز ده الكليه هتجيب لنا الاجهزه ولا احنا اللي هنجيبها يعني بدل يا مرة هو رخم كريم اخش بيت طيب انا في اطلب السؤال انا عارف عليك انا اتسلى شويه الشوط الاولاني اللي هو الشوط الاول هو الاول طيب انا رايح الامتحان انت معايا الامتحان حاجه زي كده يا اما اديلك شكل فراغي كده على جنب بحيث انت مطلوب ماشي يا اما انا جنبك تقول ايه؟ مرسوم انا بحبها البريد بقى احسن من الاثنين ان انا اقول لك ان الارض بتاعتك الارض بتاعتك واخده شكل مستوى ودي تحط الحضارة الارض نفسها واخده شكل مستوى وهنساوي بقى حاجه تاني تصير اساسا في النص كده يبقى هنحفر هنا ونرمي ايه؟ لو انا اصور في النص كده بس الارض واخده شكل ايه؟ مستوى، صحيح تعرف بس المستوى ولا لا؟ وتبقى خطوط الكونتور بتاع المستوى في الحالات تبقى ايه بقى؟ تبقى ايه في ايه؟ تحط في ايه؟ والمستوى ده تبقى بقى بالمعادله هتقولك بقى باي طريقه؟ زاويه ونقطه بقى ثلاث اساليب ممكن تمثل لهم الارض الطبيعيه، يا اما تديلك كونتور يا اما تديلك شكل مجسم ليه وانت تحاول ترسم فريه يعني روكي مش حاسبك على الدقه فيه 100% ابدا بس الدقه تطلع لك 50% اهم حاجه مش دقه ضايعه. اول ان انا اقول لك ان هي مستوى وادي لك شويه بيانات عن المستوى اللي ممكن ترسم الافقيات يبقى كده مثلنا ايه؟ الارض الطبيعيه اللي انا هسويها. طيب الشق الثاني هو ايه بقى؟ قلنا موضوع حفر ورد متوقف على حاجتين. أول حاجة الأرض نفسها بنسيبها إيه؟ والحاجة التانية سيبه؟ الحاجة التانية إيه؟ التسوية، أنا هسوي على المنسوب كده. هسوي على المنسوب كده. أنا عايز أقول لك بقى نسيبها على المنسوب كام دي؟ في الغالب بتبقى مرتبطة بشكل الأرض. يعني إيه؟ يعني في الغالب المهندس اللي هيحدد هتسوي على المنسوب كام؟ هياخد في الاعتبار هو ياخد قد ايه وياخد قد ايه؟ ليه؟ عشان بالقط في غالب الاحيان يحاول يخلي الحفر يبقى قد الرد. يعني اختار منسوب في النص بحيث اللي يحفره يرمي. طب ايه ميزه الكلام ده؟ ما يجيبش التراب من بره. ما يجيبش من بره، برافو عليك. ما يضطرش يجيب من بره ونهد بقى وصوره ومشكله صوره ومش عارف ايه الكلام. يبقى لما ياخد من نفس المكان
ظهر وليد بتسوى عليه. يعني تخيل كده، تخيل ان دوت قطع 10، ده قطع 10 وده قطع 5، او بلاش 5 خليه قطع 0 اختار. وانت عايز تسوي المنطقه دي يبقى هتسوى عليه كام؟ عن قطع 5. يبقى المنطقه اللي فيها قطع 10 هيطلع ده ايه؟ حفر. المنطقه اللي هنا عند قطع 0 هيطلع ده ايه؟ رد. رد. طب المنطقه اللي عند قطع 5 لا يحصل حفر ولا يحصل رد. هتاخد شويه من هنا تحطهم هنا وتساويهم، يبقى شويه دول تحطهم اهو صح؟ وشويه دول هتحطهم اهو تحول هنا، يبقى شكل ايه؟ قطع. هتبقى الارض بتاعتك شكلها جميل. يبقى الاول مسينا الارض، رقم اثنين اخترنا مكتوب التسويه اللي سوى عليه، ده بنختاره بحيث قطر الكلمه الحمراء الدولاب. اول ان انا اقوله لك، انا اقول لك سوي على المنصوب كامل. ممكن تكون في اعتبارات اخرى غير موضوع الحفر والرد، زي الماء الجوفيه، الماء الجوفيه ما تتعرض على ربنا، زي مش عارف ايه كده، يعني في حاجات كتير عوامل اخرى غير موضوع الحفر الايه؟ الحفر والسوي والرد. فيا اما انا اديه لك يا اما انا اخليك تختار. متفقين على كده؟ شكل الحرف يبقى هنا عامل ازاي؟ ايه رايك يا راجل؟ يعني الارض
انا هلا خلي الزاويه دي
فلازم نعمل مستوى يصير كمان. طب المستوى ده هنعمله ازاي؟ مستوى بيمين بيساوي 45 وبعدين وبيمين مره من الاتش ده عندنا كنتور فوق اتش كام بيساوي على 8 يبقى ده اتش كام؟ اتش 8 هو كمان والقطع مع الكنتور اللي فوق وقسم مستوى بيمين 45 على اتش 8 ده قسمه ثانية عند التخط ايوه خط عمودي عليه يعني انا مسقط اسم عمودي عليه وايز جاي اسمع وسط خط بيوزيه عليه كام 7 ولا 9 9 كمان 1 سنتي وسط خط موازي بقى كام 10 وهكذا وانا بسلم المستوى مستوى الحفر هنا واكيد بقى هنا هنعمل ايه؟ عشان يبقى هنا واحد هنا واحد هنا ممكن 8 عشان عم اخضر يعني
تسعة أنا أرجو أنا أرجو وبالتالي
واحد كمان وهنا كده 9 و10
الفوم ده جه ليه ولا كده خطف؟ انا فوم. كم واحد مش فاهم شكل الجبل ده جه منين؟ اه ده غزلي غزلي وزن خليك معايا حلو بتفرق ده اتنين Thank you.